20، فهذه اكيد فرصه لكم حتى تجون وتتجولون بالمعرض. دا اشوف اليوم ما شاء الله زخم، لليوم جمعه وعطله اغلب الموظفين، فاليوم يجون على مود يشوفون اغلب الكتب الموجوده باصدارات 21 دوله عربيه واجنبيه، واكيد دور النشر العراقيه موجوده في ارض المعرض. بالاضافه الى ذلك في المعرض الفن، الفن موجود بفنانتنا ست مارة اللي هي اليوم الفنانة الوحيدة الموجودة هنا، لأن هي راح تمثل عملها، يمثل معرض بغداد دول الكتاب. ست مارة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، شلون تعرف عليك أكثر للمشاهدين؟ خلي يشوفوك. تعرف عليك تمارا الشبخون، فنانة تشكيلية وأستاذة معهد فنون جميلة وطالبة دكتورة. ما شاء الله، أنت اليوم تمثلين عمل الخاص بمعرض بغداد دول الكتاب بدورته 25، شرحي لنا اكثر عن هذا العمل. والله جسدت بي تعرفين احنا العدل بلدنا ان شاء الله نقول موجود، هو كفتي ميزان، بس انا لوحتي غياب العداله. اي جسدت بيها الوان، استخدمت الوان العلم العراقي اللي هو الاحمر الاسود الابيض، بالاضافه هذا شوف اللون الازرق اللي هو نهر دجلة والفرات. اللون الابيض. اي نعم، بياض هم موجود بالعلم. هذا الفن على الصفاء ايضا، يعني على الصفاء والنقاء. هذا الفن اي متلقي يفسره بطريقته الخاصه. انت تفضلتي بانه احنا بما انه اليوم من واجبنا، واجب دولتنا اليوم مكافحه الفساد، فاليوم انت اختاريتي العدل وان شاء الله دائما يكون موجود. فشنو راي الناس اليوم من يجون يشوفون الصوره او اللوحه وانت بعدش ما منجزه، يعني هي ايش قد راح تستغرق وقت، وشنو راي الناس بالفن وشون يفسروها بطريقه؟ والله هو الفن التجريدي اللي هو يكون من الخيال وماكو شخوص يعني به، شويه يكون مو دارج بالساحه عند الشعب، يعني مو واضح ومو مفهوم. اي بينما مثلا النخبه او الفنانين او اللي عندهم اطلاع بهذا الفن اكيد هم راح يكونون على علم. تستغرق هذه اللوحه لانجاز؟ والله ان شاء الله فد ساعه وانجزها. انت كل يوميه تنجزين لوحه؟ البارحه كانت اي وهاليوم. البارحه شنو كان عنوان اللوحه؟ البارحه هم كانت نفسها، هي هم كانت الوان العلم العراقي و وايضا اللون الازرق اللي مثلته بنهري دجله والفرات، فهاليوم ضفت عليها الميزان. طيب اذا اجى احد وقال لك تبيعي لي اياها بعد الانجاز تبيعيها؟ هديتها هديتها المعرض بغداد الدولي ان شاء الله. اضافه لذلك رمز معرض بغداد الدولي هذا العام، هنا انطلق اول الحرف واول الكلمه من العراق والعراق يقرا، ووراك ايضا هذا النصب هسه راح يصور لنا اياه مصورنا اللي هي الحروف المسماريه العراقيه، ممكن توضحي لنا اكثر على اختيار هذا الموضوع؟ انا هم ضفت الحروفيات بما انه عنوان المعرض بغداد الدولي، فضفت الحروف اللي هي حروف العربيه اللي يمتاز بها خاصه حرف الضاد. اللغة العربية هي تميزت بأنه هي لغة الضاد أو حرف الضاد. شكرا ست مارة، موفقة. أنا أشكرك وأشكر قناتكم. الله يحفظكم. أكيد إحنا متجولين وياكم بمعرض بغداد الدولي. السلام عليكم، نقدر نسوي وياكم لقاء؟ تعرف عليكم. السلام عليكم، وجهكم للكاميرا. شلون؟ مرحبا ست. اهلا وسهلا عزيز. استمتع بالمعرض؟ لا اكيد اكيد، بس لا اكو بي ملاحظات، يعني ما هي ملاحظات؟ احنا اليوم نريد نطور. اي ما مهيئين، ماكو ذاك التطوير حقيقه. يعني من قبل من؟ التبريد يعني نقص، هذا التبريد ما يوسع هذه الكميه من الناس. تشوفين اقبال؟ اقبال هو الاقبال اكو، بس من اذا راح يبقى هيك الوضع راح يقل الاقبال، يعني الناس ما تتحمل وضعية الحين، المفروض هذه تتهيأ قبل فترة يعني. طيب شنو النقطة الأخرى؟ هي أهم شيء التبريد، هسه الناس يوم تجي ترتاح حتى يريدون بس يطلعون حتى يتنفسون، يعني قليل الأكسجين مو طيب.
انت بس ك يعني ك لا كعمل جدا رائع. شنو اشتريتي كتب بعد؟ احنا هسه دخلنا هسه دخلنا واحنا ويا الفنانة الدكتورة تمارا. اي وياها ان شاء الله تلقيني المصادر والعناوين انت الحابه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عزيزتي عزيزتي. اهلا وسهلا. اكيد احنا بسبب ارتفاع درجات الحراره وهذا الشيء ما يعاني منه فقط العراق، كل دول العالم شفتوا بلعبتنا مع الكويت شنو صار بالملعب. يعني هذا الشيء طبيعي، قاعه مثل هذه هي مكيفه لكن اعداد كبيره، وممكن هذه نقطة التفت لها بالدورات الجاية. السلام عليكم. ممكن تعرف عليكم؟ شكرا. هسا احنا فتنا بهذا الفرع، هذا بي دار تعرفنا على الدار. دار ثقافة للنشر والتوزيع، هي دار إماراتية شقيقة للدار العربية للعلوم نشرون. هي الكتب الموجودة يعني اصدارات مش مختلفة ومشكلة، يعني مواضيعها رواية، سياسة، أدب، فلسفة، تنمية بشرية بالأكثر. يعني في تخفيضات 70%. عاملين قسم خاص احنا لكتب يعني صارت قديمة شوية، عاملين عليها شوية تخفيض زيادة 70%، بما انه نحاول نصرف شوي الكتب اللي عندنا. وغير هيك في مواضيع مميزة نقدر كمان نساعد القراء اللي يحبوا يشتروا ويكون ميزانية واطية شوي. طيب شنو اليوم اذا تشوف الاقبال في اكو شراء؟ والله الشراء ضعيف شوي وبعنا بالبدايات، يعني ما فينا نحكم الحين، يعني لسه المعرض كم شفتوا الدول الاخرى وفي العراق من مصادر مختلفه، اكيد تستفادون من يعني شلون التداول هذا الامر بيناتكم. طبعا طبعا نستفيد من تداول الامر، خاصه يعني احنا يعني عندنا وكيل حصري في العراق. اكيد هذا اخذ خبره او فكره عن ما يستهوي القارئ العراقي. 100%، يعني احنا من خلال وكيلنا هو يعني احنا رافعين ضغط الشغل عنا وتركينا هو يهتم بالسوق العراقي ويوفينا بكل الاخبار. ايضا عندكم دفع الكتروني؟ عند وكيلي. نعم. شكرا، ممنونه جدا لجهودكم. في ايضا دفع الماستر كارد اذا كانت عندكم، ايضا في دفع مباشر. السلام عليكم. شلون صحتك؟ عليكم السلام. شنو رايك بالمعرض واجواء المعرض؟ والله المعرض كثير حلو، يعني اجواء كثير يعني حلوه. نحن اول واحد. انا من سوريا. من سوريا. مقيم في العراق؟ مقيم في العراق. مع عائلتي، زوجتي واولادي. شفت الجناح السوري؟ مريت يعني شفت بس دارين، بس لسه ما كملنا لانه كل المعرض لساتنا بدايه الجوله. تحبون تقرون؟ والله بشكل عام نحن بنحب نقرا روايات ويعني كتب الى حد ما، مو انه سياسي كامله لكن يعني تاريخ اكثر. وللاطفال يعني بنحب ناخذ لهم تقويه اللغه، يعني روايات بتكون بلغتين، يعني اللغه العربيه مع لغه ثانيه انجليزي او شيء ثاني. بالمدارس العراقيه اولادي؟ اي بالمدارس العراقيه. شلونك؟ كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. يحكي عراقي؟ اي عراقي. شنو تحب تقرا؟ روايات عربي انجليزي تقويه لغه، وعن المحققين والدكاتره والاطباء روايات. يعني بعتهم ما شروا؟ بعت الميزانيه عندك مثل ما هي؟ منيحه هسه. لا المشتريات مع والدتهم. شو اشتروا؟ خلينا نشوف. نشوف شنو اشتروا. اكيد محبين للقراءه اخواننا من سوريا. شنو اشتريت؟ شنو تحب تقرا؟ خلي اشوف شو عندك كتب. شلون هالاسعار؟ الاسعار مقبوله يعني بصراحه، وحتى فينا نقول رخيصه. لا الكتاب قيمته غاليه، فشو ما دفعنا بالكتاب يعني هو قليل. ها شو اسمك؟ بائعة الكبريت باللغه العربيه والانجليزيه. بائعة الكبريت هذا كلش حلو، كارتون انا احبه. انجلش وعربي. انجلش وعربي، يعني تريد تقوي مهاراتك باللغه الانجليزيه؟ طبعا اللغه الانجليزيه. شكرا ماما حبيبي، موفق ان شاء الله. شكرا. الله يخليكم، شرفنا بكم. وانت ماما هما تقرا شنو تقرا؟ عربي. عربي؟ تعرف العربي؟ شكرا. الله يحفظكم، ممنونه جدا. اخواننا من سوريا اكيد بالنسبه لهم هذه الاسعار، تعرفون ترى اسعار سوريا هناك غاليه، اذا تشوفون الجولات الموجوده على اليوتيوب وغيرها اسعارهم بالدولار، بس احنا بالنسبه لنا الحمد لله اسعارنا في العراق وما شاء الله، الله يديم هذه النعمه علينا. مرحبا، شلونكم؟ زينه؟ هي ما قبلت تسوي انا لقاء، طلعتها انا اعتماد. هذا الدار ما شاء الله كل الاختصاصات موجوده، دار الكتب العلميه، بس للاسف ما قبلوا اسويهم لقاء الكل، ما اعرف ليش، لان مشغولين بالعمل. احنا مستمرين. السلام عليكم. نقدر نسوي؟ شكرا شكرا لكم. خلينا نتجول اكثر. مرحبا، شلونكم؟
يا مرحبا، شلونكم؟ شو لقيتي كتاب معين اشتريتي بعد؟ لا بعدين استوني جيت هسه جيتي البارحه جيت اللي بس اليوم لا استوني جيت شو تحبين تقرين بس عادي ما اصور لقاء لا اني اسفه بعد شكرا خلينا نتمشى اكثر ونشوف اكثر الناس الموجودين واحنا اكيد ما نقحم خصوصيتهم اذا بيريدون يصورون بس انا لازم اعرف المستوى الموجود هنا من ناحيه الكتب وغيرها وشنو موجود واكيد مثل ما تعرفون تفضلوا بانه بعضهم بده يشوف الاسعار زينه والبعض لا خلينا نشوف الشباب محبين للقراءه هنا اخواني السلام عليكم شلونكم مرحبا تعال بالمعمر شلونكم تمام دري اسالكم عن الاسعار شو تشوفوها زينه لو لا لا فد لعبك مباشر مباشر شكرا لكم البعض يشوفها لا غالية والبعض يشوفها عادي طبيعية خلينا ننتقل وياكم مرحبا السلام عليكم هلا مرحبا قناة احنا طالعين بث ايه اشتريت الكتب شلون هالاسعار لا مو كلش يعني رخيصة غالية انت تشوفها غالية ايه غالية شنو اشتريت كتاب يعني لا مشتري شغلات مع ذكاء الاطفال بس اطفالك موفق شكرا لك الله يحفظك اطفالك اذا يشوفها بالنسبه الي يشوفها غاليه خلينا نشوف بعد خلينا نسال اللي يشوفهم غاليه والبعض يشوفها لا خلينا ننتقل الى الراعي الرسمي لمعرض بغداد الدولي للكتاب محافظة بغداد محافظة بغداد عندها مبادرة بالحزورات تسألهم سؤال ومن خلال إجابتكم لهذا السؤال تحصلون على كوبون قيمته 10,000 دينار عراقي من خلال هذا الكوبون أكيد راح تشترون أي شيء بهذه القيمة هذه مبادرة محافظة بغداد السلام عليكم شلون الصحة تعرف عليك أنا هنا أنا بال بمكاتب المكتبة؟ لا أنا دام بالقسم نفسه قسم الشؤون الثقافية. اليوم شنو اللي بدي أشوف الجناح بي عدة أشياء ممكن تشرح لنا عن الموجود؟ هي اليوم سوينا مسابقة كوبونات أسئلة وأجوبة كل واحد يأخذ سؤال وإذا عرف السؤال يأخذ كوبون يعني هذا بجانب تشجيعي يعني أفضل أسد شوفيني مو الكل يجي عنده إمكان يأخذ كتاب. بس من تطي كوبون مجبر انه يروح ياخذ كتاب يستفاد منه يعني وهنا أنا مثلا كتب تاريخيه وتراثيه تعلق بالمكتبات هنا أنا مثل القضايا الاثاريه الغيره الكتب القديمه شكرا لك هذا مثل ما ذكرت لكم في محافظة بغداد تابعة لمحافظة بغداد 22 مكتبة لذلك دا نشوف أغلب المقتنيات الأثرية اللي موجودة رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع أحد موظفي محافظة بغداد سيد مصطفى سلام مصطفى الحسن يمين مكتبة الصدر العامة قسم الشؤون الثقافية والفنون التابع لمحافظة بغداد أهلا بكم اليوم محافظة بغداد هي الراعي الرسمي لمعرض بغداد كيف كان التنظيم وشنو موجود بالجناح الخاص للمحافظة بناء على توجيه السيد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي المحترم مشاركة مكتبات بغداد العامة بمعرض بغداد الدولي لدورته 25 من المكتبات العامة لتعرض ما فيها من مقتنيات تراثية وكتب أقدم من 100 عام تمام أيضا شفت أني إعادة التدوير وغيرها موجودة باللوحات إعادة التدوير كل يوم في جناح محافظة بغداد يكون دور إلى مكتبة عامة في محافظة بغداد توجد 20 مكتبة كل المكاتب مشاركة كل المكتبات بناء على توجيه سيدي محافظ المشاركة في معرض بغداد الدولي أنا أشكركم شكرا لجهودكم بالإضافة إلى هذا أنه هي نعم يا أهلا وسهلا تفضل شلون السيد الله يحفظكم إن شاء الله من خلال منبركم ننوه على فد مبادرة من السيد عبد المطلب العلوي محافظ بغداد المحترم عرضنا قسائم بسقف معين يعني قسائم مدفوعة الثمن للعوالي العراقية للطلبة للباحثين بس نصمم احنا على الشباب فئة الشباب والطلبة والأطفال انتوا عارفين لازم نجذب الى اروقة الفعاليات المعرض بغداد الدولي للكتاب نستهدف هاي الفئات هاي القسيمة ثمنها 25,000 دينار قلنا مدفوعة الثمن مجانا توزع الى العوائل العراقية اللي يزور جناح محافظة بغداد حصرا يعني مو 10,000 25 عندنا فئتين فئة العشرة للأطفال
والفوق ال 18 اللي هم طلبة الكليات مثلا عندك الباحثين الماجستير هاي فئة ال 25 يعني شوي يحتاجون الى مصادر علمية شوي تكون باهظة الثمن كلها فاعلة ف يعني نوزعها مجانا يتوجه الى مبادرة اقرأ يطو مثل الكارت تعريفي اي دار نشر يعجبه يسوق منها ممنونة وشكرا لجهودكم هذه مبادرة بالإضافة إلى مبادرة أقرأ للكتاب لأن المبادرة مثل ما ذكرت لكم أقرأ بأنه وياكم الاستنساخ الموحدة أما هنا لا تجاوبون على سؤال كلش بسيط وتحصلون على الكوبون اللي هو 10,000 أو 25,000 دينار عراقي خلينا ننتقل إلى نشوف وزارة الثقافة السلام عليكم شلون الصحة تعرف عليكم دار الثقافة والنشر الكردية يعني مثلا تابعين لوزارة الثقافة احنا تكلمني عن الأهم الموجود هنا في هذا الجناح دار ثقافية تابعة لوزارة الثقافة يعني تهتم بالمواضيع الثقافية الأدبية وكتب الترجمة من العربي إلى الكردي الناس دي يشكون من الأسعار شو يقولون البعض منهم يقولون إنه أسعار غالي أي هي تنبع من كلف طبع يعني كلف طبع الدار المطابع نطبع يمها الورق وطبيعة الطبع والأحبار هي غالية فاحنا نقسم على كمية المطبوع مثلا 500 نسخة للعنوان نقسمها على يطلع السعر واكو جزء من هاي تخفيضات تصير ومع وجود الانترنت طبعا يساهم بتخفيض هذه شو اسمها اشكرك موفق خلينا نشوف هنا يا شكو هنا يا عندنا خطاط السلام عليكم شلون الصحة تعرف عليك عمر عبد الله ممكن نتعرف اكثر على الفن الخاص بك انت شنو خطاط لو شنو انا مصور تمام عندنا تصوير مخطوطات عندنا ثلاث مراحل قبل واثناء وبعد المخطوط اول ما يجي نجي نصوره تمام ونسلمه الى شخص من الموظفات هنا تشتغل عندها هاي العده موجوده يصوروها يشتغلون حسب الضرر الموجود بالمخطوط تمام المخطوط اكو مرات يعني يطول مثلا اسبوع او اسبوعين اكو اشهر لانه مضرر جدا فهاي اول صوره بعدين من تشتغل هي بيدها وتسوي الحالات نسوي احنا التصوير الثاني هو اسمه اثناء التصوير ومن يكمل التصوير اجت المرحله الاخيره هو اسمه شنو هو انهاء التصوير يعني يخلص التصوير نهائيا يعني اي شيء يتصور كامل عندنا مهرجانات ومعارض تطلع انه قبل وبعد واثناء شنو أهمية المخطوطات لكل الأكاديميين والأكيد اللي يبحثون على فد نسميه مصدر مهم في رسائلهم طبعا ويجون هواية يعني يجون هو عندنا احنا 49,000 مخطوط موجود بدار المخطوطات العراقية بالمتحف العراقي ودائما يجونه وياخذون معلومات بس يعني اكو اجراءات يسوى مثلا مو مثلا بكل بساطه يجي ياخذ مخطوط لا اكو اي اكو طلب من دار المخطوطات من المدير العام يوافق عليه بعدين يقدمه وبعدين مباشره يجي وياخذ مو ياخذ المخطوط وانما يعني يقعد يمنه يم المخازن وياخذ المعلومات اللي يحتاجها أنا ممنونة شكرا يشوفونا الطريقة أكيد تهيئة المخطوطات وشون تظهر لكل الباحثين والدارسين هنا هاي وثائق ملكية السلام عليكم تعرف عليكم أهلا وسهلا الدكتور منتصر الحسناوي مدير عام دائرة قصر المؤتمرات وزارة الثقافة اهلا وسهلا بكم تحياتنا لجهودكم في وزاره الثقافه هذا القسم اكيد يسهل واحنا ما نقدر نتخيل هاي المخطوطات شلون تاريخيه اللي موجوده انتم بهذا عملكم اللي مثل ما تفضل الموظف انه يبقى لاشهر حتى نوصل الى نتيجه فحياكم الله على هذه الجهود واليوم انتم في الجناح ده تقدموها للمواطن حتى يشوف طريقتكم بالعمل انا اشكركم على هذه الجهود تكلمنا عن جناح هذا واجب ومن ضمن دوائر وزارة الثقافة اللي غالبا ما تشارك في يعني المعارض وخاصة المعارض الكتاب اللي هي دار الكتب والوثائق دار الشؤون الثقافية العامة دار المأمون للترجمة أيضا عندنا هيئة الآثار ودار المخطوطات من ضمن الهيئة العامة للآثار كل دائرة هي مختصة بنتاج ما بالنسبة
دائرة المخطوطات. حقيقة العراق يمتلك ثروة كبيرة من المخطوطات العراقية تتجاوز 40,000 مخطوطة متنوعة، كثير منها المحقق، ولا تزال هناك مخطوطات غير محققة، منها ما هو متاح للجمهور ونعرض من عندها معلومات، خاصة هناك يعني مخطوطات قديمة سواء إسلامية أو غير إسلامية. وأيضا عندنا موجودة دار الكتب والوثائق، هاي الدار العريقة اللي تحوي الكثير من الكنوز أيضا. وهذا المعرض مجرد هو تعريف زين عن عمل هذه الدوائر ونتاجاتها، فضلا عن عندنا دوائر هاي يعني تنتج الكتاب، ولا سيما دار الشؤون الثقافية اللي تتميز بإنتاج عدد من المجلات الدورية الثقافية وأيضا الكتب بأنواعها المختلفة. وأيضا بجهودكم ما شاء الله احنا نبقى نحكي بعد ساعة من نخلص على عملكم هذا، وهو فعلا والعراق هو منبع الثقافة. أنا أشكركم، شكرا لجهودكم. ممكن نعرف أكثر تفاصيل مبادرة اقرأ هنا وياكم؟ السلام عليكم. هذا شنو مبادرة اقرأ هنا يمكم القسيمة؟ شنو يصورون؟ اريد اعرف شلون يعني هاي مين ياخذوها؟ اول شيء هاي المبادرة ياخذوها من وصولات عندنا، ياخذون من وزارة الشباب، عندهم سيستم خاص يعني لاعمار معينة وهيجي، بس يجيبون الموحدة استنساخ. محافظة بغداد هم بادرت بهذا الشيء، والبنك المركزي اللي خصصه للطلاب ماستر الدكتوراه الهيئة التدريسية يجون هنا، احنا نعطيهم قسائم قيمتها 25 يشترون من اي دار. خلينا نشوف هذه القسيمة مصورنا هاي. تمام، يعني هم يلزمون هناك السرع اكو مكان مخصص للتسليم وزارة الشباب يعني بشكل منظم. اي بشكل منظم هناك بالاخير اذا تحبون تصوروها. ايه مخصصة بالسرة واحد واحد، وكل من يطلع اسمه يجيب لنا الوصل يجون يمكم يستلمون. حلو، صار تنظيم اكثر احسن من العام، يمكن لانه العام ما كان الاستلام بنفس الوقت، وكان المكان اي فعلا وكان اكو لود على الباب، فالدخول والخروج كان بصعوبة. السنة افضل ان شاء الله، السنة الله بعد افضل. شكرا لكم حبيبتي، موفقين. السلام عليكم، شلون الصحة؟ تعرف عليكم؟ عليكم كلية أكيد كلية النخبة، وهذا البوث يجمع أكثر من نعم هذا يجمع أكثر من جامعة، واللي هي نولج والقلم وجامعة الكتاب والنخبة، النخبة اللي هي في بغداد مجاور معرض بغداد. طيب شنو طرحكم يعني اللي في البوث الخاص؟ تعرفون أكثر عن الجامعة؟ نعم، نعرف على الجامعة ونعرف على الأقسام اللي متوفرة بها، ونقدر نقول الأقساط وهذه الأمور، يعني كل ما يحتاج الطالب. عروض للطلاب يعني هذه من الممكن تصير اذا راجعون بها يعني الجامعه، اكيد يعني اكيد توجد يعني يعني هكذا ميزات يعني. زين هاي كليه النخبه اسعارها تتراوح من مين الى؟ بصراحه تعرفين هذه الاسعار لازم تجينا من الوزاره بشكل مباشر، فاحنا يعني ما نطرحها هنا على مود نكون دقيقين بالمعلومه. فهيك شكرا لك. ايضا يسهلون الموضوع على الطلاب اللي حاب يدخل كليه معينه، وخاصه طلاب السادس الله يوفقهم، وقالكم امتحانات بسيطه للدور الثاني، ان شاء الله موفقين. موجود هنا البوث الخاص، تعرفون اكثر عن المعلومات عن ما الكليات هذه، وايضا عن الاسعار. السلام عليكم، نقدر نتعرف عليكم؟ تعرف عليك؟ مهندس عبد الرحمن، شركه الطريق الصحيح. هذه الشركة وين موجودة؟ مكانكم؟ مكان بغداد، بغداد بحي حطين. شرحنا عن المشروع؟ يعني احنا شركة درجة ممتازة، مؤسسة مجموعة شركات الطريق الصحيح والأقصى وال يعني عدة شركات وعدة مشاريع. ماخذين مشاريع حكومية ومشاريع أهلية خاصة بينا استثمارية. المشاريع الحكومية عندنا ملعب الموصل الأولمبي، وملعب الأنبار الأولمبي، ومجمع الدولة الإسلامي الكبير بالفلوجة، وهاي مشاريع حكومية. وعندنا مشاريع خاصة بينا اللي هو مجمع سكني من مدينة مميزة بالأنبار بالخمسة كيلو، تحتوي على 510 بيت.
بيوت والاقساط شلونها؟ راعين المواطن؟ راعين يعني هي مو اقساط وانما دفعات خلال سنتين. اي خلال سنتين يصير اتفاق بيها، يعني هي مقدم 50 مليون وخلال سنتين يصير اتفاق ويا الزبون شلون يسددن دفعات مو شهري، يعني كل 3 أشهر كل 5 أشهر. يعني البيت ايش قد سعره؟ البيت وايش قد مساحته؟ من 200 متر وعندنا 400 وعندنا 600 متر. الكل ايش قد سعره؟ ال 200 متر اللي عندنا بيه 3 غرف نوم عندنا بيه 4 غرف نوم، يعني افصالهن يختلف مو مشابهات. ال 200 متر ال 150 مليون و 175 ال 200 مليون 210 يوصل هاي ال 200 متر. عندكم عروض للمواطنين هسه؟ فيها موجودة عروض، موجودة عروض، وعندنا اكو استلام مباشر البيت اي، واكو قسم بعد 6 أشهر يكمل له حتى لو ما مكمل الدفعات يقدر يستلم. حتى لو مكمل الدفعات، حتى لو مكمل الدفعات. شكرا لكم، موفقين. مشروع المجمع المدينة المميزة السكني في الرمادي. مرحبا، شلون شلون؟ السلام عليكم. سعدت شلونك؟ هاي اول جيتكم للمعرض؟ اي اول جيت. شو رايكم؟ تجولتوا؟ تعال ماما تعال. تعال. شنو رايك بالمعرض؟ والله الصراحة بعدنا هسه نتفرج نشوف، الحمد لله والشكر نشوف اكو بالعراق ناس مثقفة. اكيد العراق زاخر بالناس المثقفة. اي طبعا الحمد لله والشكر، ان شاء الله الله يوسعه ويكبره ويرجع مثل قبل. اكيد ايام السبعينات والثمانينات كان كل دول العالم يجون هنا يفتحوه. ما زالوا يجون، السياحة مفتوحة، احنا بنعمة والحمد لله. طيب البعض يمكن يشكي من الأسعار، انت العام كنتي موجودة اشتريتوا؟ هاي أول سنة تجي؟ أول سنة دا أجي. مبادرة اقرأ شفتيها؟ لا هذه المبادرة تجيبين وياك الموحدة استنساخ. تمام؟ توقفون بالسرى ينطوكم في النهاية تستلمين الكربون قيمته 25,000، بالإضافة إلى ذلك محافظة بغداد تقدرين تروحين على المحافظة سألوا السؤال بسيط أيضا يطوش كربون قيمته 25,000. يعني هدية؟ أكيد هدية. روحي هسه استفادي على مود بنوتة تشترين مجاني إن شاء الله. شكرا لك. هلا حبيبتي، الله يحفظكم. شوف البعض ما يعرف هذا الموضوع، المفروض يكون إله وإحنا دورنا هذا الإعلامي إنه اليوم نذكر هذا الشيء لكل العوائل حتى يسهل الموضوع. اليوم أكو 50,000 دينار عراقي بالمعرض مجانية موجودة مثل ما ذكرت بهذه المبادرة أو غيرها. نقدر نسوي لكم لقاءات؟ لا عاد. شكرا لكم، الله يحفظكم. السلام عليكم شباب إخوان، شلونكم؟ شلون الصحة؟ تعرف عليكم؟ تعال يا اهلا وسهلا. تعرف عليكم؟ انا سجاد سالم، جرافيك ديزاينر، اشتغل بشركة اومي ميديا. هذه الشركة مختصة بشو؟ الشركة مختصة بالميديا بشكل عام، يعني انه مثلا عند حضرتك في مشروع معين، تمام؟ احنا نساعدك بتنفيذ مشروعك وبانجاحه من الهوية البصرية الى المطبوعات الى خطة متكاملة. بالضبط، خطة تسويقية متكاملة، تمام؟ وعندنا تجارب كثيرة، مثلا شركة توزيع المنتجات النفطية صممنا الشعار مالتها، مثلا هيئة الإحصاء هسه بالأخير. يعني هذه أول مرة لو جايين سابقا للمعرض مشاركة؟ صراحة إحنا كرعاة لمعرض بغداد هذه أول مرة، لكن عندنا رعايات كثيرة يعني وتنفيذ لإيفنتات مثلا على مستوى وزارات، مثلا الاستضافة مال وزارة الثقافة اللي هي مال منتدى الحضارات العريقة اللي صار داخل كانت الوزارة. برعايت. بالضبط، كانت برعايتنا وتنظيمنا وتصاميمنا وطباعتنا وكل شيء. تشوف الشباب مهتمين بالتسويق اليوم يجون يسألوكم؟ طبعا أكيد، لأن تعرفين هسه إحنا بهذا الوقت صار عندنا توجه للمشاريع الخاصة أكثر من الوظائف، لأن تعرفين حاليا الوظائف انشغلت أغلبها، تمام؟ الدولة صارت ما توفر الوظائف بشكل كافي. موجود القطاع الخاص بمزاهر؟ القطاع الخاص بمميزاته هواية أكثر عن الوظيفة الحكومية، يعني تتيح مجال أكبر للإبداع، تتيح مجال أكبر لأنه أنت تطلعين الطاقة اللي داخلك، تمام؟ ماكو هذا القيود والحكم أنه أنت محدد بوظائف معينة فلازم تسويه. نعم، شكرا لكم، موفقين. هذه ايضا دعوه لشبابنا اللي يحب عنده مشروع معين ويطوره يجي لهذه الشركه اللي مختصه بالتسويق، واكيد تعطيكم فكره عن نجاح مشروعكم، ممكن تساعدكم ايضا بتطوير هذا المشروع. خلينا نشوف، ماكو احد هنا موجود؟ هذا مركز العراق للتنميه الاعلاميه وجهاز الامن الوطني، ما اعرف اذا يقبلون نسوي لهم لقاءات. السلام عليكم، مرحبا، شلونك ست؟ تعالي هنا تعرف عليك. تعرف عليك؟ اهلا وسهلا. ليش تعرف عليك؟ ملازم براء.
وسهلا. شلونكم؟ شنو اجواء المعرض؟ شنو شفتيها لحد الان؟ سولفي لي. والله الاجواء حلوه هسه حاليا احنا بواجب. اي انتم اليوم تمثلون وزاره الداخليه وما موجود؟ نعم هي. دائره الاذاعه مديريه الاذاعه والاعلام. شنو عندكم مثلا للجناح تقدمون؟ اكو كتب دا اشوف. تقدرين تحشينو يا مدير الجناح؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم، تفضل هنا يا استاذ امام الكاميرا، تعرف عليك. عقيد ليث كاظم، دارة العلاقات والاعلام وزارة الداخلية. عرفنا على الجناح الخاص بكم، شنو محتوياته؟ الجناح هو جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 25 لمعرض الكتاب لمعرض بغداد الدولي للكتاب. الجناح يضم اصدارات منتسبي وضباط وزارة الداخلية، الإصدارات تتمحور بين الإصدارات التي تتعلق بالأمن الاجتماعي بكل التفاصيل القانونية. أيضا لدينا إصدارات المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وهو عبارة عن دراسة تمنح شهادة الدبلوم العالي، تشوفون حضرتكم. وأيضا احنا مشاركين بالفرق التوعوية، هي فرق مكافحة الشائعات وفرق الشرطة المجتمعية، فهي فرق جوالة. هذه الفرق تتواجد في أي تجمع بشري وفي المعارض بالذات. التوعية اليوم لعوائلنا الكريمة وخاصة هذا الموضوع مثل ما تفضلت محتاجين للتوعية، هذه إضافة لهذا العام أم كل عام أنتم ضيفوها؟ في كل عام وفي أي تجمع بشري مثل ما قلت لحضرتك أهل وزارة الداخلية تتواجد. نحن دائما نسعى لمد يعني مد أواصل ربط بيننا وبين المجتمع. اليوم الإقبال الكبير على أجنحة المؤسسة الأمنية من قبل المواطنين للاستفسار عن عدة أمور، ومن ضمنها التي تتعلق بأمن المعلومات أو عفوا إدارة الحسابات، الأمن السيبراني، الأمن المجتمعي، القضايا أو بعض السلوكيات ممكن تكون سلوكيات دخيلة على مجتمعنا، وكيفية العلاج وكيفية التواصل مع المؤسسة الأمنية لعلاج هذه السلوكيات الشاذة على مجتمعنا. شكرا لك، موفقين. خلينا نشوف المنشورات اللي مخليها على الميز الخاص بالداخلية. هذه هي الصحيفة الخاصة بهم، أي الحارس، وأيضا هذه موجودة أيضا شهرية، مجلة شهرية الداخلية، مجلة شهرية تصدر عن دار علاقات وإعلام. وعندنا هاي الجريدة أسبوعية هم تصدر عن طريق دار علاقات وإعلام، تطبع مطبع شرطة، مواضيعها أمنية وتوعوية واسترشادية وتلتقين تصفحية يعني. وايضا موجود الارقام الخاصه للتواصل. بالضبط، اذاعه وزاره الداخليه هاي موجوده. التواصل اكيد، اي استفسار اي تبليغ مباشر على مدار الساعه 24 ساعه. هذه تحطوها للمواطنين للعوائل؟ نوزعها هسه للمواطنين هذا بشكل. حلو ان تكون وزاره الداخليه موجوده بيناتنا باسهل الطرق. شكرا لكم، ممنونه جدا، الله يحفظكم، موفقين. السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. طال عمرك، مباشر ممكن نتعرف عليكم؟ اهلا وسهلا، علي ابراهيم، موظف بنك المركزي العراقي. اهلا وسهلا، شو وقت يكمل البنك المركزي؟ شغلات انشائيه احنا بعيدين عنها، احنا نجي بس ناخذ صور. والله هي شغلات انشائيه يعني، فاحنا ما عندنا اي معلومات، القسم الهندسي ممكن يجاوب عليها. مشاركتكم سنويه هنا، شو تعرضون على ميزكم الخاص؟ احنا سنويا نقدم يعني الكتب الخاصه بالتوعيه مع البنك المركزي العراقي، وهدايا من البنك المركزي، وايضا كوبونات شرائيه مخصصيها فقط للطلبه، طلبه الجامعات وطلبه الدراسات العليا. شنو مضمونها هذه؟ الكوبونات قيمه شرائيه يعني للطلبه، قيمه 25000 دينار ممكن انه يشتري منها. نعم، هاي بالإضافة للمبادرات اللي ذكرناها قبل شوية لإقرأ ومحافظة بغداد، موجودة أيضا عندكم بشروط معينة يعني؟ نعم نعم، خالين شروط أنه يكون طلبة وياي هويته يعني مال الكلية. نعم، شايل هوية الكلية أو طلبة الدراسات العليا يعني ماجستير أو دكتوراه، حتى يقدر يستفاد من المراجع الموجودة هنا، المرجع والكتب الموجودة بقيمة 25000. 25000 هي هذه الهدية أم أكو هدايا؟ أكو هدايا. شنو هي الهدايا؟ الهدايا مفكرات وأقلام ويعني بعض الأمور الأخ. شكرا لكم، موفقين. هذه مبادرة احنا اليوم نكتشف المبادرات اللي للأسف ما معلن عنها، وهذا الشيء احنا ايضا واجبنا نعلن.
موجودة هنا بالبنك المركزي، أي شبابنا الطلاب تعالوا وأخذ الكوبون، ممنونة جدا لجهودكم، مستمرين وياكم هنا. هذا وزارة الشباب والرياضة مثل ما تفضلنا قبل شوية أنه هنا تنطون الاستنساخ الموحدة وتستلمون من البوث الموجود هناك. إذا لحد الآن في 3 مبادرات، هاي 75,000، يعني أي واحدة تقدرون أن تحصلوها ونكتشف إحنا وياكم. إحنا دنا نتجول رابطة المصارف الخاصة للعراقية. السلام عليكم. السلام، شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. نعرف أكثر عن مكانكم، هذا الجناح شنو موجود فيه؟ هذا مو لنا الجناح، مو لكم، الهلال الأحمر العراقي. المتطوع إيش قد عددكم؟ تقريبا بالعشرين، بس ما أقدر. شكرا لكم. دول المتطوعين مثل ما تفضلت البارحة واليوم إنه هواية متطوعين بالآلاف إجوا للمعرض مشاركين. أشوف جامعة المستقبل، تعالوا صورنا شو صايرة عليها زخم، شنو السبب؟ أكو مميزات بجامعة المستقبل، أكو شيء جديد؟ تعالوا خلينا نعرف. أول جامعة في العراق شراكة عالمية مع موقع. السلام عليكم، شلون صحة؟ طالعين بث مباشر، ممكن نتعرف عليكم؟ مرحبا. شلون جامعة المستقبل؟ نعم، ممثل الجامعة. احكيولنا صار عليكم زخم، فاريد اعرف شنو الزخم هذا، شو عندكم؟ عرفنا اكثر عن جامعة المستقبل. رغم مو يهم الموضوع. قلت له هناك ايام حسن. يعني واحد يقول على الثاني واحنا مستمر. مرحبا استاذ حسنين، شلونك؟ زين، انا شفت الزخم عليكم. هو عدم كان يحكي وما يحكي. بس هذه مميزات الجامعه، شنو؟ سؤال سهل ترى، مو صعب. يمه. شكرا لكم، احنا اعطينا فرصه نعرف اكثر عن هذه الجامعه، لكن للاسف داخل هم دا يحكون. شكرا لكم، هذه هدايا، لذلك دا تشوف اغلب الشباب متجمعين على الجامعه ودا يشوفون شنو ينطوهم، واريد اعرف معلومات. يعني هذا الشيء بسيط، بس للاسف هم يحبون يحكون براحتهم، وهذه هي طريقتنا احنا. اليوم احنا نساعدهم، احنا جايين، بالعكس احنا نريد نفيدهم. السلام عليكم، شلون الصحة؟ ممكن اعرف يعني شنو التفاصيل؟ لا هاي ما قدرت، هاي البروشور شركة مال انتاج واعلان وما تنظيم مؤتمرات، ومثل ما تشوفين هاي الشاشة اللي احنا ناصبيها. انا شفت هواي ناس عندهم هذه اللي منطيها هدية، هي للدعاية والاعلان، ومثل ما تشوفين هاي الخدمة. زين، من خلال هذا المعرض شنو فاتكم المعرض بإضافة شركتكم الإعلان؟ طبعاً طبعاً إعلام للشركة، وعندنا هاي همين كلية، هاي جامعة المستقبل، لا جامعة المستقبل هم البوث هم إنا، ومثل ما تشوفين يعني الترتيب والتنظيم. يعني عندك معلومات عن الجامعة؟ إحنا حكينا وياهم ما قبل ولا يحكوا. أنا بس على شركة تفاصيل بالجامعة موجودين. شكراً لك، شكراً لي هذه الشركة التفاصيل موجودة. خلينا نشوف اكثر. السلام عليكم، شلون الصحه؟ تعرف علي؟ انا رائد المالك، مدير اعلام جامعه البيان. يا اهلا، عرفني عن جامعه البيان. طبعا جامعه البيان جامعه تاسست في 2016، بها مجموعه من الكليات والاقسام الطبيه والانسانيه والهندسيه. احنا اليوم بدينا باربع كليات، واحنا اليوم ما شاء الله 9 كليات و15 قسم، وبانتظار استحداث 3 اقسام هي من ضمن احتياجات، يعني احتياجات سوق العمل ضمن متطلبات الوزارات العراقية، يعني ما فيها وزارة الصحة والوزارات الأخرى. اليوم هاي شنو مقدمين؟ هذا الدليل الخاص بجامعتنا بمجموعة من يعني نبدا عن تأسيس الجامعة والكليات والأقسام اللي موجودة بها وكل التفاصيل ومميزات الجامعة. تشوف الآن الجامعات بسهولة أنه توصل للمواطن عن طريق السوشيال ميديا، مع ذلك أنت وجودكم حضوري بمعرض بغداد حتى تكونون أقرب للعائلة برأيك أم لا؟ شوف إحنا عندنا قاعدة بالإعلام تقول هي درجة تيسر الوسيلة، فالوسيلة اليوم موجودة، عندنا السوشيال ميديا، عندنا تلفزيون، عندنا باقي الأشياء اللي ممكن نوصل من خلال المواطن. لكن إحنا اليوم كمختصين بتقديم الخدمات التعليمية للناس، هذا المعرض هو يقدم خدمات علمية، خدمات ثقافية للناس من خلال بيع الكتب للناس وتزويدهم بالمعلومة. فنحس إنه هذا جزء من واجبنا وجزء من التزامنا للمجتمع إنه نقدم هذه الخدمات. إحنا متواجدين كجامعة بيان، جامعة البيان متواجدين اليوم كراعي ذهبي للمعرض، فنعتبر هذا جزء من واجبنا تجاه المجتمع، نقوم مرة إحنا ندرس طلاب ومرة للمجتمع الموجود داخل بغداد والمحافظات، انه نكون مساهمين بدعم هكذا فعاليات ثقافيه، وخصوصا انه معرض بغداد يعتبر معرض بغداد للكتاب يعتبر ظاهره كبيره
بالمجتمع العراقي. نقطة إيجابية لجامعة بغداد مخلين شخص إعلامي يمثل الجامعة عكس الجامعات البقية. جامعة البيان دا حاول إنه أحكي ويا جامعات معينة يفهموني أكثر عن اختصاصهم، لكن هم ما يعرفون يتكلمون للأسف. شكرا لكم وعشتيتكم، إن شاء الله المزيد أفضل وأطول. شكرا لكم، الله يحفظكم. مستمرين وياكم مشاهدينا الأحبة من بعد هذا أحد الرعاة الخاصة بمعرض بغداد الدولي للكتاب، وراح نعرف أكثر عن تفاصيل الموجودة. السلام عليكم، نقدر نسولف وياكم؟ ما يصير وياكم؟ لا. شكرا لكم. أكيد أحبتي المشاهدين، إحنا مستمرين أيضا بالإضافة إلى هذه البوثات الخاصة في قاعة الندوات الثقافية اللي تجرى بها طبعا كل يوم ندوات، ثلاث ندوات، الساعة بالعشرة الصبح وبالثنتين والساعة ثمانية، والآن موجودة ندوة للساعة بثمانية راح تكون أمسية شعرية لضيوف الشرف، راح يكون بها مجموعة شعراء من الإمارات ومن البحرين. سلام عليكم أستاذ، شانك؟ شلونكم؟ شفتك قبل شوية كنت محاور. نعم. ممكن تنطيني معلومات أكثر عن الندوات اللي تقام؟ نعم. بالمعرض. الله يسلمكم، أولا نشكركم على تواجدكم في أرضية معرض بغداد الدولي للكتاب، وهذا الحرص الكبير على تغطية هذه التظاهرة الكبيرة في العراق وخصوصا في العاصمة بغداد. طبعا مثل ما شفتوا هناك أجنحة كبيرة ودور نشر عربية وأجنبية ومحلية كثيرة شاركت في هذه الدورة، وهي دورة مميزة نعتبرها باعتبار أنه عدد دور النشر تضاعف بقياسا بالدورات السابقة، إضافة إلى وجود البرنامج الثقافي الذي يقام على هامش المعرض، وهو عبارة عن مجموعة محاضرات وندوات يوميا تبدأ من الساعة 12 حتى 10 ليلا. قبل قليل كانت هناك ندوة مهمة حول موضوع مشروع طريق التنمية، وهذا المشروع الكبير الذي أسست له حكومة السيد السوداني. استضفنا في هذه الندوة المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، وأعطى فكرة واضحة عن هذا المشروع وما يمكن أن يوفره من واردات يمكن أن تكون واردات ساندة للمورد النفطي الذي يعتمد عليه العراق، باعتبار من الواجب علينا الآن البحث عن موارد جديدة وإيرادات جديدة وتعظيم الواردات لإنعاش الاقتصاد العراقي، وكذلك توفير فرص العمل للقوى العاملة في داخل العراق. سنتم هذه فرصة أيضا لطرح هذه المواضيع في المعرض بسبب وجود الناس اليوم موجودين، والندوة كانت زاخرة بالناس. أنا شفت كنت أنت حضرتك المحاور، أكو عندك ندوات قادمة بعناوين معينة ممكن نعرف؟ يعني بالتأكيد ستكون هناك محاضرات أخرى إن شاء الله في قادم الأيام ستتناول موضوع الفلسفة خصوصا فيما يخص الفلسفة الإسلامية. سيكون هناك ضيوف متخصصين يعني من أقسام دراسات الفلسفية في الجامعات العراقية، إضافة إلى ذلك ستكون هناك أيضا موضوعات اقتصادية مهمة تحاول تسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية. أسماء كثيرة من دول عربية اليوم كانوا ضيوفنا من فنانين وشعراء وكتاب روائيين وغيرها من الاختصاصات، هذه أيضا فتحت آفاق اليوم، وهي كل سنة دا أشوف أني يجون وجوه ثقافية جديدة إلى أرض بغداد ومعرض بغداد. يعني بالتأكيد معرض بغداد الدولي للكتاب هو فرصة من أجل استضافة الشخصيات الثقافية والأكاديمية والعلمائية من العالم العربي والأجنبي أيضا، وكانت هناك حقيقة اختيارات مناسبة جدا لرموز الثقافة العربية من شعراء وفنانين وأدباء ومفكرين وفلاسفة، كلهم تم استضافتهم، يعني أكثر من 30 شخصية تقريبا تم استضافتها. هذا يعطي رسالة إلى العالم لعكس الوجه المشرق للثقافة العراقية ولما تعيشه من حركة ثقافية في العاصمة بغداد حقيقة، وهو يمثل الوجه الحضاري والثقافي للبلاد، ويمكن
يمكن حقيقة لهؤلاء أن ينقلوا رسالة إلى العالم العربي في بلدانهم وفي مدنهم وفي مجتمعاتهم عما شاهدوه في داخل بغداد وما شاهدوه من حركة ثقافية وإقبال جماهيري كبير من العوائل البغدادية على هذه التظاهرة. شكرا لجهودكم. شكرا لكم. مثل ما تفضل الأستاذ، أكيد في شخصيات عربية راح تكون موجودة وكل يومية موجودة، البيئة المعرض بغداد تكون أقرب لكم، راح تعرفون أكثر عليهم، تعرفون على تاريخهم وشون وصلوا لهذه النجومية. اليوم دعوة لكل شبابنا المهتمين بالفن والثقافة، اليوم أي شخص كاتب أو تشوف الصفحة الخاصة بالمعرض راح تعرفون كل يومية من الأشخاص اللي موجودين والمواضيع اللي راح يطرحوها. السلام عليكم سيد. تعرف عليك ام محمد. يا اهلا، موظفه انت؟ لا زين، محبه للقراءه قارئه؟ جيت ويا ابني. وين؟ السلام عليكم، شلونك؟ تمام حبيبي. انت طالب؟ طالب جامعي. طالب جامعي؟ زين، اكو بالبنك المركزي اذا جايب هويه مالتك مال الكليه ينطوك كوبون مجاني 25,000 دينار، كنت تعرف هاي المعلومه؟ يلا احنا سهلنا لك من هاي المركز، البنك المركزي روح وحصل عليها، بس يكون شرط وياك ماتك الهويه مات الجامعه. شنو تدرس؟ طبعا ما شاء الله. زين شنو تحب تقرا؟ والله اي روايه، يعني روايات هيك شيء. زين الكتب العلميه شنو رايك بيها؟ اكو باختصاصك اكو كتب علميه خاصه بالطب موجوده في دار الكتب العلميه، طلعت عليها؟ والله قاعد ادور ما لقيت، يعني صار ما لقيت شيء خاص باختصاصك؟ لا ما لقيت حد باختصاصك، يعني ما شاء الله. ان شاء الله موفق وتقدر تروح البنك المركزي وتاخذ هذا الكابون. اكيد احنا من واجبنا ايضا نعلمكم، لانه للاسف ماكو هذا الشيء الاعلامي بي، وهذا دا اقول عليه بالمعرض، لازم انه يعلمون المواطنين للسهوله حتى تكون انتم حاصلين على هذا الكابون. شكرا لكم محمد، موفقه. شكرا طبيبنا، الله يحفظك. اكيد هذا واجبنا، واليوم شبابنا وخاصه طلاب، ليش ما تري؟ يلا لا تطلعين. هذه اكيد اليوم بعض العوائل تجي اليوم تغير الجو وتتعرف على شنو موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. شلون صحة؟ مكتبة دار الامان للطباعة والنشر والتوزيع من المغرب. السلام عليكم، ممكن نتعرف على الدار مالتكم عن كل الاشياء الموجودة؟ شوي يجي صاحب الدار و... تعطيني فكرة عن ال... يجي صاحب الدار إن شاء الله وكذا. شكرا. أوكي، الموجودة هنا مواضيع موجودة لروايات وغيرها من المغرب، ذكرنا بوجود 21 دولة عربية وأجنبية موجودة هنا في هذه من سوريا. خلينا نشوف سوريا. السلام عليكم، ممكن تعرف عليكم على الدار وشنو المواضيع الموجودة بالدار؟ كنا احنا طالعين بث مباشر. أهلا وسهلا فيك. احنا دار الفرقد للنشر بسوريا. مواضيعنا هي عبارة عن كتب سياسي فلسفي اقتصاد وتنمية بشرية وتنمية ذاتية. هذه مشاركتكم الأولى أم سابقا شاركت؟ كنا نشارك احنا سابقا، بعدين انقطعنا كم سنة عن معرض معارض العراق نتيجة اتصالات من أصدقاء وقراء الدار، فصرنا يعني قررنا السنة نجي لنشوف تجربة جديدة بمعرض العراق. إن شاء الله تكون تجربة. في إصدارات جديدة عندكم ممكن نتكلم عنها، أهم الإصدارات الموجودة؟ طبعاً عندنا إصدارات لكاتب أمريكي بالكتب السياسية مهمة جداً، العاصفة، كاتب اسمه جورج فريدمان، عنده كتاب العاصفة اللي تسبق الهدوء، عم يحكي عن الأمريكان والوضع الداخلي بأمريكا والسياسة الأمريكية، وكتاب آخر البؤر الملتهبة عن الحروب اللي بدها تصير بأوروبا بسبب السياسات اللي عم تستخدمها أوروبا بالوقت الحاضر. نحن كنا طبعنا له كتاب سابق اسمه العوام المئة القادمة، هو بيحكي عن من خلال تحليل السياسي اللي له استشرق قبل فترة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فهو عنده دراسات سياسية وغيرها. بالإضافة عندنا كتاب تابعينه لأول مرة يطبع بالعالم العربي اسمه نظرية المشاعر الأخلاقية لأدم سميث، كتاب كتير قيم، هو نفسه صاحب نظرية ثروة الأمم. يعني بالإضافة عندنا كتاب لميشيل أونفري
اسمه أفوز صنم الكذبة الفرويدية، كتاب أثار ضجة كبيرة جدا عند صدوره بفرنسا عن بعض النقاط والتفاصيل عن فرويد، عن أفكار فرويد وكيف صار فيها، يعني كتاب مشوق يعني. ومجموعة كتب أخرى لفاديم زيلاند وكتب لديباغ شوبرا وكتب متعددة يعني. فرويد أكيد الأسعار خلينا نعرف، بما أنه أنت عندك يعني موضوع زاخر بالكتب ومواضيعها، بس أعطيني فكرة عن الأسعار. لحنا حوالي دار الفرق هذا هو أسعاره موجودة على الويب سايت، فكل الأسعار واضحة ومناسبة ورمزية. لا فيها خصم يعني، في خصم واضح. تمام، شكرا لكم. أكيد إحنا مشاهدينا لهنا وصلنا للختام في جولتنا اليوم في معرض بغداد الدولي للكتاب. ننتظرونا كل يوم بالساعة 7 على قناة الأيام الفضائية. كانت وياكم نور العلي، شكرا جزيلا حسن المتابعة وإلى اللقاء.